أهلا بكم. اهتز حي الازدهار بالدار البيضاء هذا الصباح 7 أغسطس 2021 على خبر مفجع بانتحار شاب يدعى يوسف يبلغ من العمر 24 سنة. يشتغل يوسف قيد حياته مديرا مساعدا في السينما، وتمتاز وضعيته المادية والعائلية بالاستقرار. ومن خلال عدد من تصريحات أصدقائه أمام المستشفى، فإن يوسف كان يمارس حياته بشكل عادي جدا، ولم يكن يعاني أي شيء حتى توارى عن الأنظار لمدة 3 أيام وأغلق هاتفه وصدم الجميع بهذا الخبر الحزين. ومن خلال الشهادات المستقاة من عدد من أصدقائه الذين تأسفوا على فقدانه، كشف بعضهم أنه أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، وتساءلوا هل يمكن أن يكون هذا السبب كافيا لإقدامه على الانتحار، أو هل بالأحرى شكلت إصابته بالفيروس ضغطا نفسيا قويا حتى استسلم معه الفقيد وأقبل على الانتحار، أم أن هناك أسبابا أخرى ظلت في طي الكتمان. ليبقى السؤال معلقا ويبقى مكانا كبيرا لظاهرة الانتحار الشباب في المغرب، وتبقى الدولة عاجزة عن رصد أسبابها واستشراف الحلول للحد منها. رحم الله هذا الشاب، وإن لله وإن إليه راجعون. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.